إن تحركات المسلمين المتواصلة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية وتحديهم المستمر لقريش هيأت الظروف للتحالف مع القبائل الأخرى لإخراج المسلمين من قاعدتهم المدينة، فإن قريشاً كانت تفكر بحملة عسكرية ضد الوجود الإسلامي. في السنة الخامسة من الهجرة عقدت التحالفات لإخراج المسلمين من المدينة. اجتمعت الطوائف وتكالبت القوى لتكوين جبهة في مجابهة الإسلام، حتى ظهر فارس سابق باحث عن الحق والحقيقة، رافع الألوية والأعلام، إنه الصحابي سلمان الفارسي، الكادح الذي لا يبرح والزاخر الذي لا ينزح، صاحب المشورة في مشهد الخندق. هو سلمان الفارسي أبو عبد الله، أحد الرفقاء والنجباء، يعرف بسلمان الخير، أصله من فارس، فهو سابق الفرس للإسلام. كان الصحابي سلمان الفارسي باحثاً عن الحق والحقيقة، كيف جاء إسلامه؟ سيدنا سلمان الفارسي في طفولته وفي شبابه كان ابناً لرجل كان يعد من كبار رجال الدولة، كان أبيه الفرس. المسؤول نعم كان أبيه هو المسؤول عن النار العظيمة التي تقاد في بلاد فارس، وهذه النار كانوا يعتبرونها مفخرة في أنها لم تخمد لفترة طويلة جدا جدا، وكان هذا الرجل في هذا الوقت هو المسؤول عن هذه النار، كان له شأن ومنصب، شأن كبير ومنصب كبير، يعني كان من كبار رجال الدولة في هذا الوقت. وأبو سيدنا سلمان الفارسي كان بيحب سيدنا وكان يحب سيدنا سلمان الفارسي حبا شديدا، وكان يحبسه في بيته مخافة عليه، وكان سيدنا سلمان الفارسي يتضايق من هذا الأمر مع إدراكه لحب أبيه الشديد له، لكنه يتطلع للخارج يتطلع إلى الخروج وإلى أن يرى الدنيا كما هي. وكان لما يخرج من البيت كان أبيه يعد عليه الخطوات، أين ذهبت و ماذا فعلت ومتى ترجع وهكذا. أبوه كان دهقان بلدته، والدهقان معناها يعني تاجر كبير ذو أموال، حتى إن هذا المصطلح قد يساوي رجل أعمال في العصر الحديث. نعم. وكان أبوه يحبه حبا شديدا، حتى قال سلمان: كنت أحب الخلق إلى أبي، حتى إنه حبسه في البيت كما يحبس الجارية خوفا عليه. إلى أن جاء يوم من الأيام سيدنا سلمان الفارسي خرج فاستمع إلى ترانيم النصارى في الكنيسة، فأعجبته هذه الترانيم، يعني يقولونها بطريقة جميلة، فكأنها قد وقعت في أذنه موقعا جميلا هنا في طريق بحثه عن الإسلام. نعم. وانتمى إلى هؤلاء ودخل معهم ولم يرجع إلى بيت أبيه. انتهى به المطاف إلى أن اشتراه أحد يهود بني قريظة وأخذه إلى المدينة، لأنهم كانوا يقتلون في المدينة، وبقي في المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فذهب إليه سلمان الفارسي، وبدأت قصة إسلام سلمان الفارسي من هذه اللحظة. سيدنا سلمان الفارسي عمل حاجتين علشان يعرف بيهم هل هو النبي الحق أم لا. فجاءه بطعام وقال له: هذا صدقة، أنتم ناس جايين من بلادكم ومهاجرين وكذا، فهذا صدقة. وجلس سيدنا سلمان يراقب فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الطعام لأصحابه ولكنه أمسك يده. فسيدنا سلمان قال في نفسه: هذه واحدة، النبي لا يأكل الصدقة. طيب، فجاء في اليوم التالي وقال له: يا رسول الله، هذه هدية أريد أن أهديك بها. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها وقدم لأصحابه منها، فقال: هذه ثانية، خلاص، ويقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ومن هنا دائما ما يقال النبي قبل الهدية. نعم، صحيح. طيب، جه بعد ذلك سيدنا سلمان بقى يتقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرى خاتم النبوة حتى يعني يكون عنده يقين وبيان وعيان كامل. فظل يجلس خلف سيدنا رسول الله وكأنه يعني يتبصص ويعني يرى فرصة حتى يرى اللقاء.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في نفوس أصحابه أكثر منهم. ولذلك سيدنا رسول الله لما وجد التفاف سيدنا سلمان حوله يمينا ويسارا فعمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يعمل حاجة؟ فخلع عنه رداءه وأسقطه، فرأى خاتم النبوة في ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. فلما رآه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا سلمان؟ يعني تيقنت بقى يعني أخذت ما تريد. فسيدنا سلمان الفارسي انكب على خاتم النبوة يقبله ويقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه الحقيقة التي كان يبحث عنها وفي النهاية وجدها. بدت طلائع جيوش الأحزاب مقبلة على المدينة من جهة جبل أحد، ولكنهم فوجئوا بوجود الخندق حيث إنهم ما كانوا متوقعين هذه المفاجأة. لماذا تكالبت القوى لإخراج المسلمين من المدينة؟ ده يأتي في إطار أسباب غزوة الخندق. أسباب غزوة الخندق هناك أسباب عامة تشترك فيها معظم الغزوات من قبل المشركين واليهود على المسلمين في المدينة، وهي عداؤهم للإسلام. هذا السبب العام الأساسي الحقيقي هو عداؤهم للإسلام ومحاربتهم للمسلمين والدعوة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم منذ ظهر الإسلام في مكة. وبعد أن هاجر الرسول والمسلمون إلى المدينة لم يتركوه، أيضا واصلوا عداؤهم وتحالفاتهم وتحزبهم، ومن ذلك غزوة الخندق. لكن السبب المباشر لغزوة الخندق هو أن بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كانوا يحملون الأحقاد للمسلمين. نعم، كانوا يحملون الأحقاد والكراهية، لأنه يعني سبب جلاء بني النضير هم أنهم تأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. كانت معركة نفوس وقلوب. نعم. لماذا؟ لأن قريش من ناحية تريد أن تثأر وأن تنتقم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويريد أن ينهوا هذه الدعوة ظنا منهم أن الدعوة إلى إله واحد تفقدهم نفوذهم في مكة. نعم. الأمر الثاني أن بني النضير وبني قينقاع لما جلوا عن المدينة كانت في نفوسهم أحقاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فهنا تحالفت تلاقت الكلمة والمصالح. نعم صحيح، وتحالفت يعني أصحاب الشرور على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهم له هدف. نعم. ولكن يجمعهم الانتقام والتخلص من الدعوة الإسلامية. كان حفر الخندق مباغتة تامة للأحزاب، فلم تكن العرب تعرف هذا الأسلوب، كما لم تكن تعرف الأسلوب المناسب لاجتياز الخندق والتغلب على المدافعين عنه. كيف استغل الصحابي سلمان الفارسي الخبرة القديمة في الحروب من بلاد فارس في حفر الخندق والمشورة على المسلمين بذلك؟ الواقع التاريخي لطبيعة المدينة وغزو الأعداء لها من الخارج استحضر عند سلمان الفارسي فناً قتالياً كانوا يستخدمونه في الفرس. فعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مسألة الخروج من المدينة والقتال خارج المدينة أو بالقرب منها أو البقاء في المدينة كما في حدث في غزوة أحد، عندئذ قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا في أرض فارس إذا داهمتنا خيل أو خفنا خيلا على أنفسنا خندقنا أو خندقنا حول أنفسنا، فهل لك أن نخندق؟ الفكرة دي أعجبت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبت الصحابة، ومن ثم قاموا لحفر الخندق، وبالفعل صمموا خندق حول المدينة وتم حفر هذا الخندق في 6 أيام على التنفيذ الفوري. على التنفيذ الفوري مباشرة، وعملوا أبراج حول الخندق من المدينة حتى يراقبوا هذا الخندق فلا يقترب منه أحد لردمه أو لكي يعني يعبر هذا الخندق، ولو حتى كان مجازفا، ومن كان يقترب كانوا يضربوه بالنبال. انتهت غزوة الخندق بانتصار المسلمين دون قتال بعد أن يأس جيش الأحزاب من عبور الخندق ودخول المدينة. كانت موقعة غزوة الخندق تحول كبير جداً في استراتيجية الدولة الإسلامية، وانتقلت الصراعات هنا من الدفاع إلى الهجوم في أكثر من موقعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. نعم. نحن نسير إليهم، بمعنى أننا سندافع بطريقة الهجوم حتى لا نحصر في مكان الدفاع في كل مرة.
لما رأى المشركون من الآيات الكبيرة العظيمة في هذه الغزوة إنهم يحاصرون المدينة شهر ولا يستطيعون دخولها على قلة قليلة بالنسبة لأعدادهم، كان عدد المسلمين في وقتها حوالي 3000 وكان جيشهم 10000، ثم تقوم ريح شديدة جدا حتى تقتلع الخيام وتصيبهم بالرعب والفزع، كل هذا كان بمثابة إشارة إلى أن هذا ليس جيشا عاديا، هذه ليست مدينة عادية، لا، فيه قوة عظيمة تتصرف في هذا الأمر، في إله عظيم يعبد في هذه البلاد وهو الذي يحمي هذه البلاد وهو الذي يوفق إلى كل هذا. لم تكن غزوة الأحزاب معركة ميدانية وساحة حرب فعلية، بل معركة أعصاب وامتحان للنفوس واختبار للقلوب. وفي أعقاب هذه الموقعة حدث تغير جذري في سياسة الدولة الإسلامية، من اتباع الدفاع بالمدينة إلى مرحلة الهجوم، وانتقلت مناطق الصراع إلى أماكن أخرى من بينها مكة وتبوك بعيداً عن عاصمة المسلمين.